بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه العجالة عن إيمان أبي طالب سلام الله عليه. أبو طالب قيل بأن اسمه عمران، وقيل عبد مناف، أما بالنسبة إلى أبي طالب فهذا كنيته التي اشتهر بها ثم سمي بها بعد ذلك. أما بالنسبة إلى القول بأدلة إيمانه، الأدلة التي ذكرت وذكرها المفسرون والمحدثون والمؤرخون، وهي أدلة ثابتة واضحة ساطعة كالشمس لا غبار عليها. لكن قبل الإشارة إلى هذه الأدلة أيها الأحبة، يجب أن نشير إلى حقيقة، وهي أنه كون أن يوصم يعني أبو طالب يعني يوصم بأنه مات مشركا أو كافرا، هذا لا شك أن فيه نفس سياسي، أن السياسة لعبت دورا كبيرا خصوصا في تلك الهجمة العنيفة التي تعرض لها أمير المؤمنين سلام الله عليه قرابة 80 سنة. كان يسب على أعواد المنابر، كان الخطباء يفتتحون خطبهم بسب أمير المؤمنين ويختتمون خطبهم بسب أمير المؤمنين، وإذا إنسان يعني يعرض للسب لا شك أنه يعني أسرته جميع مقدساته تتعرض للسب والقدح أيضا. لذلك من هذا الباب وصم أبو طالب بوصمة الشرك أو الكفر، أو أنه مات كافرا أو مات مشركا، رغم أن أشعار أبي طالب تدل على إيمانه. ديوان أبي طالب واضح، والأشعار فيه كثيرة جدا، وفيها إقرار صريح بمنطقه وبشعره وبلسانه عن إيمانه، كقوله: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وكقوله أيضا لما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، فقال قولته الشهيرة المعروفة: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا. وأيضا لما مات أبو طالب سمى رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين ذلك العام بعام الحزن، ولا يعقل أن ترفع الرايات السوداء وتنكس أعلام الإسلام لسنة كاملة، سمى ذلك العام بعام الحزن من أجل رجل كافر. هل يعقل هذا؟ هذا أمر يعني لا يمكن أن يعقله عاقل أبدا. إذن بالنظرة الأولية أن القضية هي هجمة سياسية، هذا أمر واضح كالشمس. وأضف لذلك أن منطق أبي طالب يدل على إيمانه، بل عندنا نصوص كثيرة، كالنص الذي يعني يروى عن الصادق سلام الله عليه أنه قال: لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ووضع إيمان الناس في كفة لرجح إيمان أبي طالب. مجموعة من الروايات المسندة التي تدل على إيمان أبي طالب بشكل صريح. أما بالنسبة لمن قال بشركه أو بكفره أو بأنه مات كافرا، فهم يستدلون بأدلة غير ناهضة، يستدلون يعني بل لووا أعناق بعض الآيات حتى وبينوا من تلك الآيات عبر استدلالات واهية واستدلالات ضعيفة أنها تعني أبا طالب، كالآية المباركة مثلا في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويسوقون بأن لهذه الآية سبب نزول، وذكروا يعني من سبب نزول هذه، طبعا هذا السبب النزول الذي رووه أو هذه الحادثة التي ألصقوها بهذه الآية
والتي رويت عن سعيد بن المسيب أن أبا طالب لما حضرته الوفاة وحضر عنده أبو جهل وحضر عنده عبد الله بن أمية وحضر عنده رسول الله صلى الله عليه وآله، فالتفت له رسول الله قال: يا عم تشهد، قل لا إله إلا الله، تشهد بشهادة لا إله إلا الله، يعني شهادة، قر عيني بهذه الشهادة شهادة أحاج لك بها عند الله. فلما سمع أبو جهل قال له: يا أبا طالب، قال: أثبت على دين عبد المطلب. وما زال الرسول يعني يحرضه على الشهادة وأبو جهل ينهاه، إلى أن قال أبو طالب: لأثبتن على دين عبد المطلب. ثم مات، فقال الرسول: لأستغفرن لك ما نهيت عن ذلك. طبعا هذه رواية واهية، والأدلة على أنها واهية: أولا الراوي لهذه الرواية التاريخية الملصقة بهذه الآية، الراوي هو سعيد بن المسيب، يعني الرواية تنقطع عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب معروف من الكذابين على أهل البيت، بل هو من الذين نصبوا العداء لأهل البيت، بل ذكر الواقدي أيضا لما حملت جنازة الإمام زين العابدين سلام الله عليه بالمدينة، ومروا بالجنازة وخرج الناس، والإمام معروف ببكائه وتقواه، وهو السجار وهو البكاء وهو إلى غير ذلك، وقد خرج الناس خلف جنازته، فلما مروا بالجنازة على سعيد بن المسيب أعطى الجنازة ظهره ومشى، فقيل له: يا سعيد، ألا تأتي لتشيع هذا الرجل الصالح؟ قال: لأن أصلي ركعتين أحب إلي من أن أشيع هذه الجنازة. طيب، ممكن تأخذ رواية من إنسان هكذا ينظر لأهل البيت؟ لا شك أنه من الناصبين العداء لأهل البيت. بعدين الآية المباركة هنا ليست لها علاقة بهذه الرواية أبدا، بل إذا قال الرسول أعظم في ذيل هذه الرواية: سأستغفر لك ما نهيت عن ذلك، كيف يستغفر الرسول له وهنالك آيات نهت أن يستغفر الرسول، أو نفت أن يستغفر الرسول للمشركين؟ لأن أكو عندنا آية أخرى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وبالمناسبة أيضا هم يستدلون بهذه الآية على كفر أبي طالب، يعني يقولوا أن الرسول استغفر لأبي طالب فنزلت هذه الآية تنهاه عن الاستغفار في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طبعا هنا الماء نافية وليست ناهية، يعني الرسول لا يمكن أن يستغفر للمشركين أبدا، وإذا ثبت استغفار الرسول لأبي طالب فهو دليل على إيمانه، إذا ثبت في التاريخ، وهذا ثابت، الرسول استغفر لأبي طالب، بل استغفر للمؤمنين، بل استغفر لآبائه، وهذا ثابت، فإذا هذا دليل على إيمان أبي طالب، لأنه ما يمكن أن يعني يستغفر الرسول لإنسان كافر أبدا أو مشرك. فالآية تثبت إيمان أبي طالب وليس العكس. طبعا أيضا من الأدلة الذين ساقوها على كفر أبي طالب، يعني أدلة واهية حقيقة، يعني جاءوا بهذه الآية وهم ينهون عنه وينأون عنه، طبعا وقالوا بأن أبا طالب كان ينهى عن إيذاء النبي وينأى عن اتباعه، بينما الآية تتحدث عن الكافرين، عن المشركين، يعني ينهون عنه، يعني ينهون عن اتباع رسول الله، ينهون عن اتباع دينه وينأون عنه، فإذا الآية مترادفة، فهم ينهون وهم ينأون، وليست فيها تناقض، يعني هو ينهى من جهة وينأى من جهة أبدا. فإذا هذه أدلة واهية، بل الآية المباركة: إنك لا تهدي من أحببت، في البدء التي ذكرتها تثبت أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين كان يحب أبا طالب. إذا
قيل بأن هذه الآية يعني على فرض قولهم أن هذه الآية تخص أبا طالب فهي تثبت أن الرسول كان يحب أبا طالب، إنك لا تهدي من أحببت. فإذا ثبت أن الرسول يحب أبا طالب ثبت إيمانه، لأن عندنا آية واضحة بالقرآن الكريم، ما تشوف إنسان مؤمن يحب كافرا، كما قال تعالى لا تجد قوما في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذن لا يمكن للرسول أن يحب أبا طالب إلا إذا كان أبو طالب مؤمن، بل هو مؤمن، بل لو وضع إيمان أبي طالب في كفه ووضع إيمان الناس في كفه لرجح إيمان أبي طالب كما قال الصادق سلام الله عليه. أيضا من الأدلة التي ساقوها على أن أبا طالب لم يكن مؤمنا ومات مشركا حديث الضحضاح. وحقيقة أيها الأحبة، حديث الضحضاح هو حديث مضحك، حديث مضحك مبكي، لأن يعني يرون في هذا الحديث أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين سئل، قالوا يا رسول الله لقد كان أبو طالب يعني يدافع عنك ويعينك، فهل يعني نفعه ذلك؟ هل أعنته بإعانته لك؟ فقال نعم، لقد وجدته في غمرات النار في الدرك الأسفل فأخرجته إلى ضحضاح، يعني إلى النار، في يعني تصير إلى ساقه إلى قدمه، فأخرجته إلى الضحضاح. وهذا الحديث لا يمكن أن يصدقه العقل، لأن ما نفع أبا طالب أن يعني الرسول أخرجه من النار إلى ضحضاح، ولم أجد في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. إذا كان الرسول يطلع من النار يطلع بشكل كامل، أي شفاعة هذه يخرجه من النار إلى ضحضاح من النار؟ إذن يعني هذا حديث مضحك، لا يمكن أن يصدق هذا الحديث أن الرسول شفع له فأخرجه من الدرك ومن غمرات النار إلى ضحضاح من النار يغلي، كما في الرواية الضحضاح أو حديث الضحضاح، يغلي من هذا الضحضاح ومن هذه النار دماغه، يغلي دماغه. فإذا هذا حديث مكذوب، ورواة هذا الحديث أيضا هم ليسوا بثقة، وإنما هم ممن نصب العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أيضا من الأدلة على إيمان أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله أقر بقاءه، يعني في زواجه أقر بقاءه عند فاطمة بنت أسد، أو أقر فاطمة بنت أسد تحت أبي طالب. وهذا الدليل استدل به إمامنا زين العابدين سلام الله عليه حينما يعني سأله أحدهم عن أبي طالب هل مات مشركا، فقال كلا، لقد كذبوا على أبي طالب بل كذبوا على رسول الله، فلو أن أبا طالب مشركا أو كافرا لما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة بنت أسد تحته، وقد ثبت أنها من السابقات إلى الإسلام، بل من السابقات إلى الإيمان، هي واضح بالتاريخ أنها أسلمت، هي رقم 11 تقريبا، رقم 11 أسلمت، من السابقات جدا إلى الإسلام والملتحقات بركب رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا تجد الحديث الذي هبط به جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله إن الله عز وجل قد حرم النار على صلب أنزلك، وعلى بطن حملك، وعلى حجر كفلك. والحجر الذي كفله أبو طالب، الحجر الذي كفله فاطمة بنت أسد. إذن الأدلة دامغة وواضحة كالشمس في إيمان أبي طالب، بل إن أبا طالب مات مؤمنا، بل إن أبا طالب إيمانه لو وضع في كفه وضع إيمان الناس في كفه لرجح إيمانه على إيمان الناس، بل أشعاره تدل على إيمانه، كما قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذن أبو طالب هو مؤمن بلا ريب وبلا شك،
أما الهجمة التي تعرض لها فهي في ضمن الهجمة التي تعرض لها أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقد سب أمير المؤمنين، بل قدح حتى قيل أنه لا يصلي، وقدح من بعد ذلك أبو طالب وأسرة أمير المؤمنين، وتمت هذه الهجمة الشرسة التي أخذت منحا سياسيا من افتعال معاوية ومن يعمل في ركب معاوية. على كل حال وكلها أدلة ويعني ضعيفة وواهية وساقطة بعد أن ثبت عبر الأدلة الدامغة والأحاديث الصحيحة والروايات المسندة أن أبا طالب مات مؤمنا، بل هو في قمة الإيمان والتقوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا التوفيق لبيان الحق عند هؤلاء الخيرة الأولياء، عند الذين ضحوا بأموالهم وبأرواحهم وبحياتهم في سبيل رسول الله. نعم، أبو طالب قدم كل ما يملك في سبيل رسول الله صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، حتى قال والله لو لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، حامى عنه ودافع عنه إلى أن التحقت روحه بالرفيق الأعلى، فهو في أعلى عليين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.